أهلاً وسهلاً في قناة معلمة مرني. اللغة العربية للصف الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ الأحبة، كيف أحوالكم جميعا؟ أتمنى لكم في صحة والعافية. أنتم معي معلمة مرني. في هذا اليوم سنتعلم اللغة العربية للصف الثاني تحت الموضوع هيا نتعرف. سنركز إلى حرف الياء. هيا بنا. أولا نبدأ بالحركات المختلفة. الفتحة، الكسرة، والضمة. الياء بالفتحة. يا دن، يا دن، يا دن، يا دن. يا بالكسرة. طي يي بن، طي يي بن، طي يي بن، طي يي بن. يا بالضمة. بو يو تن، بو يو تن، بو يو تن، بو يو تن. مواقع حرف الياء في أول الكلمة والوسط الكلمة وآخر الكلمة. في أول الكلمة يا، يا نا يرو، يا نا يرو، يا نا يرو. ثانيا في الوسط الكلمة ثا ما ني يا تن، ثا ما ني يا تن، ثا ما ني يا تن، ثا ما ني يا تن. ثالثا في آخر كلمة كور سي يون، كور سي يون، كور سي يون، كور سي يون. الآن هيا نتعلم الياء القصيرة والياء الطويلة والياء المشددة والياء الساكنة. استمعوا ورددوا إلى قراءة المقطع للكلمات الآتية. أولا الياء القصيرة. يا مي نون، يا مي نون، يا مي نون،
Yaminun. Yamin. Sanian. Alya At-Tawila. Ya Sa Mi Nun. Ya Sa Mi Nun. Ya Sa Mi Nun. Ya Sa Mi Nun. Ya Sa Mi Salisan. Alya Bisakina. Alya Bisukun. Bay Tun. Bay Tun. Bay Tun. Bay Tun. Bay Tun. Rabi'an. Alya Al-Mushaddadah. Bun Ni Yun. Bun Ni Yun. Bun Ni Yun. Bun Ni Yun. Bun Ni الآن التدريبات. التمييز بين أصوات الحروف المسموعة يساعد. الياء في أول الكلمة. آيس. الياء في وسط الكلمة. ناسية. الياء في الآخر الكلمة. الآن هيا نحدد ياء القصيرة الطويلة الساكنة والمشددة. يراجع. الياء القصيرة. الإجابة صحيحة. يوسف. الياء الطويلة. الإجابة صحيحة. ريحان. الياء الساكنة. الإجابة صحيحة. هدية. الياء المشددة. أحسنتي، كل إجابة صحيحة. شكرا على مشاهدتكم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك. مع السلامة.